الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكل متابعين قناة مون مون فاشون. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. ادعو الله علينا جميعا بالخير والصحة والسلام ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة باذن الله هنعمل مع بعض مشروع جديد، وهو الكاردي ده. هنشوف ان شاء الله في الفيديو احنا عملناه ازاي. هو كاردي كات، تمام اهو. مشغلين الاطراف بتاعته بشغل الكروشيه، بس هو قماش. طبعا احنا خدنا قبل كده طريقة الشغل على القماش وعملنا منها حاجات كتيرة، بلوزات ومفارش. الكاردي ده عملناه بالغرزة المروحة اهي، وطبعا هو ينفع نلبس عليه شميز اسود او بلوزة سودة او بنطلون اسود، كل واحدة على حسب ذوقها، تمام. فان شاء الله النهاردة هنشوف في الفيديو بتاعنا احنا عملنا الكاردي ده ازاي. يلا بينا معايا نشوف عملناه ازاي. دي الجيبة بتاعتنا النهاردة اللي هنعمل لها اعادة التدوير. جيبة كتان، القماشة بتاعتها كتان، نضيفة وما فيهاش اي حاجة، بس كنت استغنيت عن ان انا استخدمها وتركنت. فهنشوف دلوقتي هنوضب الجيبة بتاعتنا. اهو فكتها ووضبتها علشان ابدأ اقصها عشان نعملها مع بعض كاردي. طبعا ليها امام وليها خلف. الامام بيبقى ما فيهوش قصات، الخلف هو اللي بيبقى فيه القصه بتاعه السوسته. ده هخليه الامام بتاع الكاردي، تمام كده. هنبدا دلوقتي بقى نقص مع بعض. هناخد المقاس بتاعي، كل واحده تاخد مقاسها طبعا، تمام. من عند حرده البود اللي هو بيعتبر دوران الصدر. بعد كده بعرف مقاسي قد ايه، وبعرف المنطقه اللي انا هقص منها وهحرد منها. احنا قلنا قبل كده حردة البوت بتاعنا بتبقى عبارة عن 23 سنتي، وادخل 3 سنتي، ايوة، وابدأ كده اقص، تمام. بعد كده الكتف بنزل 2 سنتي عشان لازم يبقى بزاوية ميلة، مبقاش مستقيمة. ودي الحردة اللي هي بتاعت الرقبة من امام ومن الخلف مع بعض، لان لسه هحرد من الامام تاني دلوقتي وهتعرفوا هنحرده ازاي. طبعا خدت شويه كمان من الكم عشان لقيته كبير. وفي التركه طبعا بتاعه الكم من الامام، احنا عرفناها قبل كده ان احنا لازم الامام يبقى اقل من الخلف حوالي سنتي، بطلع كده على الهوا، تمام كده، عشان ما يبقاش في اي تكتلات قدام في اللبس، يبقى الخط بتاع الحرده واضح، تمام كده. بعد كده هبدا احرد من الجنب، ايوه، بدخل كده حوالي 2 سنتي على الهوا كده علشان يبقى الكاردي بتاعي مظبوط من الجناب، مش واسع، ضيق ونزل على واسع من تحت. الحرده بتاعت الامام بقى ما بتبقاش زي اي حرده، بتبقى حرده بميل، حرده طوليه بميل شويه، مش بتبقى دايره او مربع، لا، انا ببقى عايزاها زاويه مايله كده او زاويه حاده، تمام، عشان ده بيبقى كاردي، بيبقى الشغل هيبقى عليه بالطول، مش هيبقى فيه حردات من فوق ولا حرده مربعه ولا دائريه. هو ده كده القصه بتاعته، كده قصيناه ومكنته انا على المكنه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اهو قفلت الكتف وقفلت الجنبين، هو ده شغل المكنه بتاعي، تقفيل الكتاف والجنبين، تمام. وبعد كده ظبطت حرده الباط انا واشتغلتها بغرزه الحشو هي برضو عشان ما اطولش عليكم. طبعا اخدنا طريقه الشغل على القماش وعرفنا احنا بنشتغله ازاي، تمام. واشتغلت بخيط اليس ديفا بلاس، ومعلش هو هيبقى باللون الاسود، معلش بقى ايه، مش هقدر اغير اللون وانا بشتغل معاكم، بس الغرز هتبقى واضحه وصريحه، هي الغرز واسعه وحلو. طبعا هنبدا بعد كده نشتغل بابره رقم 1، رقم 5 اللي احنا بنشتغل بيها على القماش، تمام. انا اشتغلت حردة الباط وجهزتها وضبطها خلاص، دي خلصت، عملت لها غرزة حشو وسلسلة، حشو وسلسلة، وخلصت الحردتين. هنبدأ بقى نشتغل هنا على المرد بالطول. ببدأ من تحت، عملت غرزة البداية، بنعمل عقدة ونبدأ نشد الخيط بتاعنا علشان الشغل يثبت معايا.
هبدأ طبعا اعمل برواز اللي هو بغرزة الحشو، حشو برضو سلسلة، حشو غرزة، حشو وسلسلة، حشو وسلسلة. ليه؟ عشان الشغل بتاعي يبقى مستريح والقماش ما يكرمش معايا ويكشكش ويبقى مش مظبوط. فعشان كده بدي بعد غرزة الحشو بدي السلسلة دي، تمام، علشان برضو تبقوا عارفين كل شيء ليه سبب. لازم واحنا بنشتغل على القماش نريح ايدينا في الشغل، ما نشدش ايدينا، غرزتنا تبقى مستريحة علشان القماش ما يكرمش ويكشكش معانا. اهي الشغل بتاعي يبقى بالشكل ده. اديني كده خلصته وبروزت الناحيتين، تمام، بغرزة الحشو مع السلسلة. هنبدأ بقى نغير الإبرة ونشتغل بإبرة رقم واحد، الغرزة اللي احنا هنبدأ نشتغلها مع بعض. برضو هوضب لها سطر قبليها اللي هو هنطلع بيه غرزة العمود بلفتين. اهو انا بقول لك هنا اهو ان احنا بناخد بعد غرزة الحشو واحدة سلسلة عشان الايه القماش ما يكرمش معايا. هبدأ بقى اول سطر في الغرزة بتاعتي هاخد عمود بلفتين، اهو بلف لفتين على الابرة وانزل اهو واطلع من لفتين من لفتين من لفتين، بطلع 3 مرات من العمود بلفتين، تمام. نخلي بالنا واحنا بنشتغل، غلطنا في غرزة نفكها ونعيدها تاني عشان ما اشتغلش مسافة طويلة وارجع افك. كده انا خلصت السطر الاولاني والسطر التاني. ايه هو السطر التاني بقى اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي؟ اهو السطر الاولاني اللي هو العمود بلفتين ده، انا بقى اشتغلت السطر التاني وهو سلسلة، السلاسل 6 سلسلة، وانزل بسيب 3 عواميد وانزل حشو. فانا سبت الحتة دي عشان اوريكو السطر التاني انا اشتغلته ازاي، تمام. برضو ده تاني حاجة في الغرزة بتاعتي، اول حاجة غرزة العمود بلفتين، تاني حاجة دور السلاسل هو 6 سلسلة وبعد 3 عواميد وانزل حشو، تمام. انا عملته وسبت الحتة الاخيرة دي عشان اعرفها لكم معايا. اهي 6 سلسلة وعد 1 2 3 وادخل حشو، 6 سلسلة وعد 1 2 3 وادخل حشو. دي بجهزها عشان ادخل فيها بغرزة المروحة اللي احنا هنشوفها دلوقتي وهنعمل بيها الكارز بتاعنا. 6 سلسلة بعد 3 عواميد وانزل حشو. ده السطر التاني للغرزة، السطر الاولاني العمود بلفتين، السطر التاني سطر السلاسل اهو اللي انا بكمله معاكم ده برضو عشان تبقوا عارفين انا عملت الغرز بالترتيب ازاي، تمام. انا مش عايزة اعمل حرف عريض ولا حاجة، هو بس عبارة عن حرف ديكور او زينة يوضح لي بس الكاردي ويديله شكل جمالي يعني. ولو القماشة معاكي قليلة او مسافته هتبقى ضيقة عليكي ممكن تكبري الغرزة، تختاري غرزة تانية كبيرة، ممكن تعملي 3 4 سطور عواميد بلفتين، هيديكي مساحة ويوسع لك القماش بتاعك او المقاس بتاعك اللي هو صغير. فاحنا ممكن نعمل بالكروشين نعدل بيه حاجات كتيرة قوي قوي، تمام. كده هدخل اخر غرزة معايا، تمام، عشان هبدأ بقى بعد كده غرزة المروحة بتاعتي. كده خلصت السطرين، هقلب بقى الشغل بتاعي، تمام، عشان أبدأ بقى آخر مرحلة في الغرزة بتاعتي. هنبدأ ندخل في السلاسل دي، تمام. أنا عملت أول ما دخلت فيها عملت 10 عمود
تمام، بلفتين فيها، نرفع كده الخيط اهو، لفتين على الإبرة ونطلع من لفتين لفتين لفتين. بس انا عملت تعديل بعد ما اشتغلت الغرزة، هتشوفوه دلوقتي معايا. انا اشتغلت عادي المراوح العواميد عادية، تمام. بعد كده بقى عملت لها تعديل، هتشوفوا معايا دلوقتي التعديل اللي انا عملته في غرزة المروحة. نخلي بالنا عشان الخيط بيبقى رفيع، ممكن يفلت مني من الإبرة، والإبرة برضو مقاسها رفيع، تمام. اهي طبعا لقيت العشر عمود بلفتين كتير على السلاسل، وهيعمل لي كشكشة في الشغل، شغلي مش هيطلع مستقيم معايا. فطبعا بعد ما عملت الغرزة ونقلت على الغرزة اللي بعدها، حسيت باللي هيحصل ده، فعملت التعديل البسيط ده، قللت العواميد بتاعتي، خليتها 8 عمود بلفتين، وفي اخر كل عمود بقيت اعمل غرزة البيكو اللي احنا بناخدها للتزيين. اه هنا اهو خلصت المروحة الاولى، تمام، ونزلت حشو في التجويف اللي بعديها، وهبدأ اعمل مرحلة تانية اللي هي المروحة التانية. فبعد ما عملت المروحة التانية وشفت الشغل قدامي، لقيتني لا، لازم اعدل فيه، وهوريكم التعديل اللي انا عملته دلوقتي الشكل هيبقى عامل ازاي، تمام. اهو انتي بنفسك لما بتيجي تشتغلي غرزة بتشوفي نفسك مرتاحة ليها او مش مرتاحة، بتبدأي تعدلي، يا تزودي عمودين، يا تنقصي، يا تزودي سلسلة، يا تنقصي. اهو التعديل اللي انا عملته بقى، اهو انا كده عملت ايه، لقيت ال10 عمود هيبقوا كتار، خليتهم 8، وخليت فوق كل راس عمود غرزة بيكو. بصوا بقى المروحة بقى شكلها حلو ازاي. وحاجة كمان، ما دخلتش مباشر في الغرزة اللي بعديها، لا، بقيت اعمل الغرزة اللي بعديها حشو، واعمل تاني 4 سلسلة، اهو بعمل 4 سلسلة، وانزل حشو تاني، وبعد كده اعمل المروحة اللي بعديها. يعني بين كل مروحة ومروحة في تجويف 4 سلسلة، تمام. يبقى انا كده عدلت، خليتهم 8 عمود بلفتين في المروحة، وخليت بين كل مروحة ومروحة 4 سلسلة. ليه؟ المروحة كده ظهرت قدامي وشكلها بقى جميل زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وكل واحدة طبعا وذوقها في الشغل، الكروشيه ده أذواق، وبمجرد النظر كده بتشوفي نفسك ارتحتي للغرزة، مرتحتيش، عايزة تعدليها، تمام كده. ده اللي انا وصلت له في الاخر، وكملت عليه الحرف بتاع الكارد بتاعي، وان شاء الله هتشوفوا دلوقتي النتيجة الاخيرة. اهو المروحة هي بعملها 8 عمود بلفتين، كل عمود بلفتين، اخر كل عمود فوق 3 سلسلة، وانزل في راس العمود، وانزل واطلع غرزة بيكو. احنا كلنا عارفينها بنشتغلها ايه، 3 سلسلة، وانزل في راس العمود، واطلع منها بغرزة منزلقة. يبقى كل عمود من الـ8 بعمل فوق راسه غرزة البيكو. طبعا استخدمتها كتير معاكو في شغل المفارش، تمام. ايه، نطلع منها بمنزلقة، نطلع منها بحشو، ماشي، مفيش اي مشكلة، بيطلع لي غرزة البيكو شكلها حلو. يبقى كل راس عمود بطلع فوقيه 3 سلسلة، وانزل في اول سلسلة منهم، واطلع منها بغرزة منزلقة، تمام، منزلقة او حشو مفيش اي مشكلة. هو دي شكل المروحة اللي انا عاوزاه في الاخر، واللي هخلص بيه الحرف بتاع الكاردي على هذا الاساس. اهو خلصنا العمود، نطلع 3 سلسلة، ننزل فراف اول سلسلة منهم، ونطلع بغرزة حشو او منزلقة.
هي دي المروحة اللي انا اشتغلت بيها حرف الكارد النهاردة. تمام، يا رب تكون الشرح وصل لكم ويكون سهل عليكم ويكون شرحي بسيط ومفهوم. تمام، كده خلصنا المروحة بتاعتنا. ننزل بقى هنا حشو بعد المروحة، بننزل حشو بعد كده ناخد 4 سلسلة وننزل بيهم تاني حشو وبعد كده نبدأ المروحة التانية. تمام، ما ننساش كل راس عمود بننزل عليه بغرزة البيكو 3 سلسلة وهنزل في أول سلسلة. ده الشكل الأخير للغرزة بتاعتي، دي آخر مرحلة فيها. اهي خلص بقى وارجع لكم. كده خلصت معاكم الحرفين بتوع الكاردي بالغرزة المروحة زي ما اتفقنا. الشكل النهائي بعد ما كان جيبة راكنينها مش بنستخدمها بقى كاردي جميل وشيك وبسيط جدا، هيتلبس طبعا على شيميز اسود وبنطلون اسود، وكل واحدة بقى وذوقها تلبسه زي ما هي عايزة. تمام، بعد ما نخلص الشغل بتاعنا نمشي عليه بالمكوة كده، مكوة خفيفة علشان شغلنا يثبت ويوضح. لو كان قطن لو كان صوف اي، عودي نفسك اي شغل بتشتغليه لازم بعد كده تكويه، بس يكون مكوة خفيفة ما تكونش مكوة نارها عالية عشان ما تحرق لناش الايه القماش بتاعنا او القطن او الصوف اللي احنا اشتغلنا بيه، ونحط عليها فودرة كده ونكوي بيها. هنا انا بدأت الشغل بتاعي ما كملتوش على الرقبة عشان انا مش عايزة مساحة شغل على الرقبة، هي الرقبة حلوة ومظبوطة. عملت غرزة عمود بلفة واحدة وكنت بطلع عند الشغل وانزل للناحية التانية بغرزة الحشو، يعني افضل ماشية حشو 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 لحد ما اوصل للجنب التاني وابدأ الغرزة بتاعتي عادي، ما فيش اي مشكلة لان انا مش عايزة شغل على حردة الرقبة. يا رب يكون المشروع بتاعنا النهاردة عجبكم، وياريت كل واحدة يبقى عندها اي حاجة مش بتستخدمها كده تفكر لها فكرة لذيذة كده وتستنفع بيها. تمام، واتمنى اكون شرح النهاردة وصل لكم وتكون الفكرة عجبتكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب، لايك 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 لأحلى متابعين. تمام، ويا ريت ما اشتركتش عندي في القناة لو القناة عجبتك وشغلي عجبك ومشروعاتنا بتعجبك تنورينا وتشتركي معانا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وشغل جديد بأمر الله. كان معاكم أماني من قناة منمن فاشون، أحلى متابعين، بحبكم جدا جدا جدا، أشوفكم على خير يا رب، مع ألف سلامة.